لفتت انتباه الجمهور القسنطيني. الوصلات الآسيوية الفولكلور الجناوي حتى هو إلى أقصى حد، وكان فعلا الفن القسنطيني لديه أصول وأبعاد مع الفن الصحراوي. هي ثغرة كانت إذا للتواصل ولتبادل الثقافة والتقارب، حيث أكد أنه سيدافع عن نفسه دون الاعتماد على هيئة الدفاع، فيما استعرض قاضي المحكمة لائحة الاتهامات التي تتضمن على وجه الخصوص جرائم حرب وإبادة جماعية. سكينة محمود علي. نعم، هو ذا رادوفان كارازيتش الزعيم السابق لصرب البوسنة، وقد حلق شريبه ولحيته الطويلة.